فنحن نقرأ أن الشيخ المفيد رحمه الله لم يؤكد ذلك في كتبه. فالمسألة ليست من المسائل المرتبطة بالعقيدة أو، وكثير من العلماء الذين لم يؤكدوا هذه الحادثة. هذه ليست قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قصة علي بابا والأربعين حرامي، هذه أخلاقهم. يقول لك يعني إذا اتخذت هذا الموقف وقلت هذا الكلام سوف أفقد شعبيتي، أفقد مرجعيتي. والحقيقة سيدنا عمر نعم كسر ضلعا، هذا صحيح، نعم، ولكن كسر ضلع يزدجرد فارس، كسر ضلع فارس، نعم.